السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اختبار. شوفوا يا جماعة بالمية. اتفرجوا يا جماعة دي المية شغالة. اغسل الالواح كلها يا ادم. الله اكبر، يعني شغل مفيش نقطة مية اهو بتنزل الارض. في مية نازلة تحت يا عم شوقي؟ ها؟ في أي حاجة عايز تلمح عليها؟ ده يا جماعة الشغل بتاعنا بعد ما خلص من فيلا الأستاذ أحمد العيسوي في سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي. الله أكبر، يعني فريق عمل 100% متدرب على أعلى مستوى في هذا المجال. بس يا عم شوقي اتفضل. ايه اقفل يا عم شوقي. تسلم ايدك يا اسطى والله.